حضراتكم مرة تانية. النهاردة في فقرة الصحافة بخير، يمكن أنا متحمس بشكل شخصي لأنه خلينا نقول وأنا واحد من صناعية الصحافة، موهوب بالفطرة وطول الوقت لمسته مختلفة، واشتغل حقيقة في كل أشكال العمل الصحفي، محرر ومصور ومخرج، ده كله طبعا بخلاف أنه كاتب مميز جدا وليه مريدينه الكثر، وما اقتصرش بس على العمل الصحفي لكن حقيقة كتب سلسلات مختلفة من أو سلاسل مختلفة من خلينا نقول من أحب الكتب إلى قلبي شخصيا وإلى الكثيرين كمان مؤخرا، لأنها طبعا جزء منها كان تاريخ للصحافة المصرية بشكل مختلف جدا، وأيضا أعمال مختلفة ومتنوعة عن قامات الصحافة المصرية المختلفة وعن الخال وعن أحمد رجب وعن غيرهم طبعا من القامات الكبيرة، ودائما ما ينتقد الغباء السياسي أيضا في واحدة من أهم كتبه أيضا. والحقيقة أنه كمان رغم تاريخه الطويل في الصحافة، لكن خلينا نقول كمان أنه إحنا كنا أمام تجربة مميزة جدا، هي تجربة الطريق. الحقيقة كان مجرد ما بينزل الغلاف كان ناس كتير بتبدأ تشيره، لأنه الحقيقة مختلف شكلا ومضمونا، وقدم العديد من المواضيع اللي يمكن كل يوم بنعدي عليها، لكن المرة دي كنا بنعدي عليها بشكل مختلف وبزاوية مختلفة، ودي أحلى حاجة في الصحافة، القدرة على الابتكار دائما. والنهاردة معنا الصحفي المبتكر الأستاذ محمد توفيق اللي هيحكي لنا تفاصيل جريدة الطريق، رغم أن شعارها كان هنكمل صحيح إلا أنا كثرت أن لا تكمل. أهلا بيك. أهلا صباح الله. اهلا بيك. اهلا بيك شهير. ويمكن في البدايه عايزين نعرف مشاهدينا طبعا ليه قبلت انك تكون رئيس تحرير للطريق وهي جريده ورقيه، وليه قعدت فتره قصيره جدا تسع شهور برغم التميز برغم اخراج الموضوعات بشكل مبتكر ومختلف. انا الحقيقه عايز بس يعني اشكر حسام على المقدمه الجميله، يعني انا عارف يعني الحقيقه ما عنديش كلام اقوله بعد اللي هو قاله. هو الفكره بمنتهى البساطه انه يعني أنا عندي كتاب كبير شوية، يعني داخل في 1000 صفحة، اسمه الملك والكتابة. فالحقيقة ده جزء من فكرة أن أنا عندي تحدي في أنه لا، الصحافة الورقية ما ماتتش، الكلام رأيي أنه مش حقيقي، رأيي أنه أحيانا استسهال، أحيانا زي ما يقولوا كده كابر عن كابر، يعني إحنا حد بيقول حاجة والتاني بيفضل يقولها وهكذا، ما حدش قاعد يفصص المسألة ويشوف تفاصيلها. يمكن عشان اتيح لي ان اقرا تاريخ الصحافه بشكل يعني اعتبره جيد، حافظ تقريبا يعني اي سنه هتقولها في تاريخ الصحافه من 1798 من يوم ما جت المطبعه مع نابليون مصر لحد دلوقتي، وعندي ارشيف شخصي من 1876 لحد النهارده سنه بسنه، يعني كل سنه حصل ايه في الصحافه الحمد لله عندي في البيت. هنسالك على الارشيف شخصي. ده التقيل جاي ورا. هسالك على الارشيف. لا انا قصدي ان هو على فكره ده جزء من المساله، اصل يعني عنده كنوز. يعني فجزء من المساله هي الفكره دي، يعني فكره انه انت قاري المساله فعارف انه ده بيحصل كتير. يعني حصل في تاريخ الصحافه كتير جدا انه الناس جت قالت انه الموضوع خلص، والحقيقه بعد شويه طلع انه ما خلصش خالص، بل بالعكس احيانا طلع انه افضل مما كان. بس هي الفكره انه كان في وقت من الاوقات كان في الصناعيات الكبار اللي هو طبعا استاذ محمد التبعي مثلا في وقت من الاوقات اللي هو انا رايي ده اهم نقله في تاريخ الصحافه المصريه، بيجي بعد كده استاذ مصطفى امين وبعد كده استاذ هيكل في اهرام 57، دي نقلات احنا للاسف ما عندناش دلوقتي الصنايعي الضخم قوي اللي ينقل النقله دي، لانه الصحافه مرت بمراحل كانت يعني لا كان في اوقات كانت الصحافه مفيش صحافه خالص، لكن الصناعيه دول قدروا يعملوا طفره. اي مهن ليها جذور او قديمه خلينا نقول انه بتمرض ولا تموت. صحيح. يعني وخليني اعرف منك اكتر، يعني احنا بنتكلم على انه حضرتك قد ايه متميز وقد ايه مختلف وقد ايه عرفت تشد الناس لفتره قصيره جدا في جريده معينه كنت ماسك رئاسه تحريرها الطريق، ايه الفرق اللي بيميز صحفي عن التاني؟ يعني المواضيع ما هو كله بيتكلم في نفس المواضيع. صحيح. المعلومه ما جوجل مليان كل المعلومات، لكن ايه اللي بيخلي صحفي لما يجي يتكلم الناس كلها تسمعه او يجي يكتب الناس كلها تقراه؟ في تقديري الشخصي يعني انه عنده زاويه جديده للرؤيه. يعني رايي انه فكره، يعني انا طول الوقت حتى بحب اسمي صفحه الراي زاويه جديده للرؤيه. انا رايي انه الصحفي اللي ما عندوش زاويه جديده للرؤيه مش صحفي. يعني فكره انه الافكار اغلبها اتناقش قبل كده. انتوا اكيد في البرنامج الاجنده بتتكرر، يعني انت عندك السنه دي الاحداث، فالسنه الجايه بتحصل
نفس الاحداث بشكل او باخر. الفكره اللعبه الرئيسيه بقى، يعني لو حبيت تسميها فكره اللعبه الرئيسيه، هي لعبه الافكار. ان انت كنت يعني راي من الصحافه الاسبوعيه، ورأي ده بمفترض برضه يحصل في الصحافه اليوميه، فكره الاداره بالافكار مش الاداره بالاخبار. الاخبار طول الوقت انت دلوقتي خلاص انت متجاوزاك، يعني انت دلوقتي حالا ممكن يجي لكم خبر على الهواء تقولوه، فانا مفترض اقوله بكره في الجورنان، فالمساله هتبقى ساذجه جدا. يعني مفيش حد في الدنيا هيبقى لسه محتاج يعرف الخبر. انا لسه بقول يعني كان في من الفتره قريبه يقول لك القوه لمن يملك المعلومه، لا المعلومه على جوجل على صحيح. ولا قوه ولا حاجه، اي حد يفتح جوجل وعلى جوجل وعلى الموبايل وعلى شريط الاخبار يعني وفي البرامج، ما بقتش دي قوه خلص. يعني الحاجه الثانيه حتى فكره انك تجيب معلومه جديده، الحقيقه دي مساله حتى بره، وانا شفت تجارب لما رحت امريكا لا مختلفه تماما عن فكره المعلومه اللي احنا متصورينها ان دي معلومه. لا المعلومه احيانا المفروض حضرتك لو مقرره تستثمري في حاجه تقدري تشتركي تدفعي مثلا $100 في حاجه، الحاجه دي كسبك $100,000. فلما تدفعي $100 هيبقى مش رقم، لكن فكره إن ايه المعلومه اللي تساوي فلوس وايه المعلومه تساوي حاجه خالص، يعني ببساطه شديده. احنا هم كمان عندهم فكره صحافه العمق، احنا لسه شويه ما وصلناش لفكره العمق يعني. وعلى فكره دي مش اختيار. يعني فكره العمق احيانا الناس تقول ايه دي صحافه جديده لسه موجوده، لا الحقيقه انا ممكن يعني باعتباري قاري شويه تاريخ صحافه فممكن اجيب لك حاجات في الاربعينات كان فيها صحافه عمق اكتر من دلوقتي. ممكن افاجئكم انه في عناوين في الثلاثينات اقوى من دلوقتي. يعني الفكره دي نفسها على عكس اللي بيتقال عن فكره يعني الصحافه المصريه، لا احنا عندنا تاريخ طويل جدا وطول الوقت بيحصل ابديت، بس احنا لسه ما عندناش ابديت. احنا بنشوف دلوقتي بنستعرض بعض المانشيتات، انا يمكن توقفت طبعا عند العدد ده كل سنه، وانت الزعيم الحقيقه كان عدد هايل، تحدث فيه اكتر من 60 شخصيه عامه ما بين فنانين ولاعيبه كوره ومفكرين مصريين، قدرتوا تجمعوا مجموعه كبيره واسماء ضخمه، وانت قدمت شكل مختلف ايضا للزعيم. اديني كمان فكره كده. اولا هو في حاجتين، الحاجه الاولانيه طبعا العدد ده انا رايي ان صاحب فكرته الاساسيه استاذ طارق الشناوي، وهي بالصدفه هو كتب مقال عن عادل امام بشكل ايجابي جدا على غير عاده استاذ طارق مع عادل امام وهو وضح ده كمان في 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 مقاله الحقيقه صحيح. ولما كتب المقال ده انا قريته الحقيقه انبسطت جدا وكلمت استاذ طارق قلت له انا قررت اعمل عدد عن عادل امام، والكلام ده يعني قبل تاريخ العدد ده باكتر من شهر، لانه انا غالبا لما بجهز للاعداد ما بنجهزش يعني قبلها باسبوع يعني كعدد اسبوعي، لا احيانا يعني عدد عمرو منير مثلا قبلها بشهرين. فجزء من المساله دي كان لما استاذ طارق كتب، فقلت له بص بقى انا بالنسبه لي لو ما كتبتش في العدد ده يبقى ما ينفعش يطلع، يعني عشان بس. والحقيقه استاذ طارق رحب بشكل كبير جدا. استاذ محمد العزبي وتجربه مختلفه طبعا. انه هو حضر وهو يعني من اساتذتنا الكبار في الصحافه، هو حضر مسرحيه انا وهو هي في المسرح اللي هو اول ظهور لعادل امام. دي بلد شهادات بالظبط، بلد شهادات صحيح. فالفكره دي انه حضر المساله دي في الوقت ده، فبقى في شكل مختلف كمان للكتابه في وقتها. قوه هذا العدد عن الزعيم عادل امام راجعه لقوه الشخصيه اللي بتتكلم عنها ولا لقوه ادواتك انت كصحفي في طرح الموضوع؟ يعني في تقدير الاثنين. الاثنين مع بعض، يعني لازم الاثنين يكونوا موجودين مع بعض. طبعا. لانه اصل عادل امام يعني كان في وقت من الاوقات يقول لك هو انت في النهايه لو عايز تشترك تبقى عادل امام، يعني انت مش محتاج صحيح. انك تعمل، بس كانت الفكره انه ازاي نشتغلوا على طابع بريد، يعني برضو هتلاقوا الغلاف على طابع بريد. ده دايما بيحصل للناس للاسف بعد وفاته. انا كنت شايف ان عادل امام لازم يكرم وهو عايش طبعا. يعني فكره انه الفنان يبقى على طابع بريد، فاشتغلنا على التيمه دي مع زميلي احمد اسماعيل الحقيقه المخرج، يعني عامل شغل رائع. الفكره دي ان نقعد نشتغلها، الحقيقه قعدنا نشتغلها على مدار شهر عشان نجود فكره انه ازاي يبقى عادل امام. عادل امام لو طلعت له اي صوره الناس شافتها 100 مره طبعا. من وجهه نظرك وانت بتبص للاشياء بعمق او الموضوع بعمق، ايه سر نجاح عادل امام؟ عادل امام الزعيم عادل امام والفنان القدير طبعا ده يتحط في مرتبه الليجندز صحيح، احمد زكي، عادل امام، عمرو دياب، يعني في كده خلاص في اسامي محطوطين في مرتبه الليجندز، مش مجرد ان هم مشاهير وخلاص. وعادل امام بدايته ما كانتش بتقول كده خالص، راجل بدا من الصفر وكانت ادوار كده يعني بسيطه ايه اللي خلاه الزعيم عادل امام من وجهه نظرك وانت كده دايما بتراقب وبتقول انا مهتم بالتاريخ دايما؟ جدا. راي الشخص الذكاء. انا رايي لو لم يكن عادل امام هو من اهم الفنانين في تاريخ مصر، لم يكن هو الاهم، فهو اذكى فنان في تاريخ مصر بلا منافس. بلا منافس، يعني لا يمكن حد
ويمكن انا يعني في المساله دي مركز شويه في التاريخ، فلا اتحدى انه يكون في شخص اذكى من عادل امام. ممكن يكون في موهبه اعلى من عادل امام، لكن ما فيش شخص اعلى من عادل امام اذكى. فكره الذكاء عند عادل امام انه ازاي بيعرف كل مرحله يطور ادواته، اللي انا طول الوقت بتكلم عليه محمد صلاح، الفرق بين محمد صلاح النجم العالمي بتاعنا في الكوره واي لعيب مصري تاني هو تطوير الادوات. عادل امام احسن فنان طور ادواته مع المراحل، لان هو مش عايز حتى بلغته احيانا ان اطلع مشهدين واموت في الفيلم يعني يعني الفكره طبعا. دي نفسها انه قاري المشهد قبلها بسنين كتير وبيقرر يعمل التطوير. امتى يقرر يبقى اب في الافلام؟ امتى يقرر يبقى جد في الافلام؟ يعني يعني الفكره دي لا هو لا الذكاء والاهم من ده زي ما ذكرت في عدد انه قدر يحافظ على خلينا نقول على فكره الشعبويه وحب الجماهير وفي نفس الوقت القرب الجيد من السلطه يعني صحيح انجاز صحيح التعبير، ودي ما بتحصلش الا في حالات نادره. هروح معاك لمنشات تاني عشان انا عايز احيي الموضوع ده. الصوت والضوء محمد منير وعمر دياب، واحنا صغيرين كان دايما عارفه في انا دول بالنسبه لي التو كينجز يعني دول التوب وبعد كده نشوف اي حاجه ثانيه. بتحب ده ولا بتحب ده؟ العدد ده بقى خلاك ايه تنظر للمواضيع بشكل دول اهلي والزمالك بتوع صحيح كثيرا. وعجبني كمان كلام منير عن عمرو دياب في العالم صحيح. انت قدمت موضوع بقى بشكل مختلف واخترت الصوت والضوء، اشمعنى الصوت والضوء؟ الحقيقه اصعب حاجه في العدد ده كان الاسم بالمناسبه. يعني 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 احنا الحقيقه قعدنا نشتغل على الغلاف ده وعلى العدد ده شهرين. يعني احنا العدد ده طلع في شهر 8، واحنا الفكره بدات لما يعني قلتها لزميلنا محمد شميس ان احنا عايزين نعمل تصور عن ده ففي رمضان، واحنا هنطلع بعدها بوقت كبير جدا، وقعدنا نشتغل عليها وبدانا بعد العيد الصغير ان احنا نشتغل على تفاصيلهم يعني ورحلتهم الطويله. كانت اصعب حاجه في الاخر خالص بقى ان احنا هنسمي ده ايه. ده عنوان معبر جدا ولا وصعب يعني 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 بالنسبه لي انا اخر يعني اخر فصله عملتها انه بصوا خلاص خلصنا العدد اكتبوا اي اسم يعني اكتبوا اي عنوان عشان بس نخلص الغلاف وانا هسافر. انا فعلا يعني سافرت والحقيقه جالي الاسم على البحر كتبته على الرمله عشان كده مكتوب على الرمله. يعني هتلاقي حتى مكتوب بالتكنيك بتاع الرمله لانه انا كتبته يعني بايدي على الرمله، ان هما الصوت والضوء. الالهام جالك وانت على البحر صحيح. يعني يعني فكره انه محمد منير فكره طبعا الاثنين عندهم صوت وضوء يعني الاثنين صوت والاثنين ضوء، لكن ايه الاعلى عند كل شخص؟ زي ما كنا بنتكلم على ذكاء عادل امام من شويه صح. الاعلى عند محمد منير هو الصوت طبعا. الاعلى عند عمرو دياب هو الضوء صحيح. فكره ضوء عمرو دياب لم يخفت من 89 30 سنه اكتر انه رقم واحد. لا فكره يعني انا فاكر كويس قوي في بدايتي الصحفيه لما طلع مطرب جديد فقال لك خلاص كده عمرو دياب خلص فتكتشف انه عمرو دياب بيتجاوزه فيطلع له بعد شويه وقت مطرب جديد تاني فيقرر يتجاوزه وبيقرر ينافس كل واحد لسه بيبتدي. لا وكان مضى مع شركه انا مش هقدر اقول اسمها، كان وقتها بيتقال دي مقبره النجوم، وفعلا كانت صحيح. الشركه دي في فتره من الفترات بتدي فلوس كتير قوي وتلاقي الطفى كده اللي راح الطفى حتى دي لما هو مضى معاها فضل زي ما هو فضل اعلى ما فضل الليجند. فهو زي ما بتقول مع زي الزعيم عادل امام الذكاء صحيح. وعلى فكره هم طول الوقت على فكره ذكاء عادل امام وذكاء عمرو دياب هو دي سمه مميزه جدا. ده حقيقي. محمد منير فكره الصوت بقى فكره انه في الاول خالص يوسف شاهين لما بيقرر يخليه يغني من غير مزيكا ويخليه هو يصمم على فكره انه اوركسترا كامله ولازم الاوركسترا كلها تبقى موجوده و فيعملوا له بعد كده يشيلهم من الصوت فيبقى بس محمد منير صوته بس هو الحاجة الأقوى في المسألة. فمن أول مشهد هو الصوت قرر يسيطر إنه صوته هو اللي بيعبر عن كل حاجة جواك، إنه صوته هو المؤثر جواك. هو مشروع فني مختلف. طبعا كانت إيه فلسفة محمد توفيق وهو بيرأس تحرير الطريق؟ والله طول الوقت كانت يعني الفكرة في دماغي الفكرة تيجي إزاي. الحقيقة كنت قلقان جدا يعني يعني على عكس يمكن يعني حسام شايف المسألة بشكل مختلف. أنا الحقيقة كنت ببقى خايف يعني أنا الحقيقة ما أعرفش هيعجبه ولا لأ يعني فعلا. والناس كانت أحيانا بتشوف إنه إيه إن أنت منزل حاجة إيه وفرد على عضلاتك كده وشايف إنه بصوا الحاجة حلوة إزاي. أنا فعلا أنا ممكن أحلف على الهوى إن أنا ما كنتش عارف هي حلوة ولا وحشة أصلا يعني على عكس لك على حاجة بتتقال الشكل حتى من بداية الغلاف للدخول في التفاصيل كان مختلف ومبتكر. يعني البعض بيقول ان هي كانت صحافه شعبويه بس راقيه في نفس الوقت، مش فكره
اللغة الصحفية الثقيلة أو العناوين البراقة فقط، يعني هل كنت قاصد ده أو بتتضايق من ده؟ يعني لا خالص بالعكس، كنت بحاول أعمل ده برضو ما هو تقليدي في صحيح. في العناوين، ما هو تقليدي في طريقة الكتابة، كتابة أسهل أبسط شعبوية أكتر لو جاز التعبير صحيح. يعني لا، وعلى فكرة كنت بحاول أعمل ده فعلا. يعني فكره انك بتحاول بس انت طول الوقت ايه عامل كده زي لعيب الكوره اللي بيحاول يجيب جون بس هو مش لازم يجي، فانت طول الوقت بتبذل اقصى جهد عندك في انك توصل لده بس ما تعرفش اذا كان ده فعلا هيعجب الناس ولا لا. يعني احيانا ايه، يعني تحس ان هي لغه اتنين بيتكلموا بعض اكتر منها صحيح لغه صحيح. صحفيه. وعلى فكره رايي الشخصي انه ده جزء من المفترض ما اتصوره يعني في الصحافه المفروض تحاول لكده. الصحافه لو ما بتهمش حد بشكل شخصي، يعني لو حضرتك مش عايز تحتفظ بالعدد، انا رايي ان الصحافه لو عايزين الناس تستمر فعلا لازم تتحول لفكره الاقتناء اكتر منها لفكره انك تقرا وخلاص وتنسى او تفرشها عشان تاكل عليها. يعني الاعداد دي انت ممكن ترجع لها في اي وقت لان هي صحيح. يعني احنا لازم نكون صراحه يعني الاعداد دي مثلا انت ممكن ترجع لها في اي وقت لانها اشبه بالمجله يعني تايم صحيح. وكان تصوري ده برضو ان انت لو قررت بعد سنه تعمل عادل امام تاني هيتعمل تاني لو هو يعني ممكن تطبع العدد نفس هو في عيد ميلاده مثلا بمناسبه تاني بقى علشان المقوله الشهيره التاريخ يعيد نفسه وانت مهتم جدا بالتاريخ وخلينا نقول برضو لو حد بقى عامل ارشيف كده لصحف من 40 50 سنه 60 سنه لا التاريخ بيعيد نفسه بسرعه. يعني ممكن اجيب لك جداً موضوع جداً. صحيح صحيح اه صحيح يعني مواضيع كانت بتتكلم هي مع اختلاف العصور والاجيال. ايه اكتر حاجه في تاريخ الصحافه من خلال الكتاب بتاعك المجلد بتاعك ملك وكتابه لقيتها في تاريخ الصحافه التاريخ بيعيد نفسه؟ يعني ايه الوقائع اللي في تاريخ الصحافه مش ممكن بيعيد نفسه بلا ابداع؟ لا طبعا هو مش هو بس هو كتير يعني اكيد هم كتير جدا طبعا. لا كتير جدا واحيانا يعني مثلا يعني في حاجات انت بتقعد عايز تعرف هي ابتدت امتى فما بتوصلش لحاجه. يعني تبقى مثلا في حاجه انت متصور ان هي بدات بعد مثلا في الستينات مثلا، فلما ترجع لاصلها تكتشف كانت موجوده في العشرينات. ايوه. واحيانا انك لو رجعت اكتر من كده تلاقي الحاجات كانت موجوده برضو. وفي جزء مثلا انت بتشوف تفاصيل حتى صناعه التجارب بس برضو كان في طفرات. يعني مثلا في جزء مثلا مجله الهلال سنه 61 لما راحها استاذ علي امين، ودي برضو فكره الاداره بالافكار اللي هم الاساتذه الكبار بقى بعتبرهم اولياء الكتابه الصالحين. ففكره انه بشوف المساله دي، فعلي امين لما راح الهلال الحقيقه عمل طفره غريبه جدا. الهلال طبعا مجله عظيمه وعريقه ومن 1892 لكن هي طول الوقت محدوده التوزيع لانها بتخاطب فئه معينه ونخبه معينه فطول الوقت عمرها ما تبقى جماهيريه. الحقيقه لما راح المجله دي توزيعها تخطى ال 100,000 نسخه، دي مجله شهريه مجله نخبويه. لكن مين اللي كان كاتب في العدد اللي عدى 100,000 نسخه ده لدرجه انه زعلي امين كتب افتتاحيه العدد اللي بعده ان انا بعتذر للقارئ ان ما عرفناش نطبع اكتر من كده وان الورق خلص من السوق واضطرينا نستعين بورق اقرب لورق اللي احنا عشان نقدر نطبع لك العدد. طب ينفع قيس على حكايتك انت اخترت برضو يعني صحيفه ورقيه في توقيت في ازمه في التوزيع بشكل كبير صحيح. في توقيت في ازمه في الورق يعني في ازمات انتاجيه وكمان قد تكون هناك ازمه ايضا في المناخ العام يعني المواتي للصحافه صحيح. ليه اخترت مسؤوليه في توقيت صعب الحقيقه؟ بص انا الحقيقه بشوف انه تحدي لفكره انه طول الوقت كان في نظره ويمكن انت ممكن تكون متابعها شويه فكره انه ايه هو يعني في الناس شايفينك في قالب اللي بتأرخ للصحافه اكتر انه ممكن تكون بين قوسين كده بالنسبه للناس منظر اكتر من انك عملي انك تقدر تطبق اللي انت بتقوله ده. فاحيانا لما بتقول الناس افكار يقول لك ماشي يعني دي حاجات خلاص خلصت. يعني انا كان في اصدقائنا والحقيقه انا بحبهم جدا وطول الوقت كان لما نتناقش يعني كلمني على الصحافه باعتبار الجنازه امتى؟ هنطلع كام واحد فيها؟ هندفن فين؟ الله يرحمه ويحسن اليها، كانت عظيمه فتستاهل جنازه مهيبه، يعني بس ما تكلمش عليها باعتبارها موجوده. الحقيقه اصدقائنا دول لا يعني مع تجربه الطريق الحقيقه يعني كتبوا كلام يعني فوق راسي من فوق فكره ان هم غيروا وجهه نظرهم تماما وشافوا انه لا لسه الموضوع ممكن وانه المساله ما انتهتش وانه اذا كان في نظره للصحافه بشكلها الحالي ان هي خلصت لكن الحقيقه الصحافه نفسها ما خلصتش وانه اذا كان فكره الصحافه الورقيه بتنتهي وتندثر لا هو الفكره دلوقتي محتاجه نشوف قالب مختلف محتاجين نشوفها في صوره مختلفه. شبكات التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي
خلى المشاهير، او مش هقول لك المشاهير، حتى اللي عايز يتشهر، اللي عايز يعمل نفسه اسمه، هو لسه ده في ناس يعني اتشهرت وما لهاش محتوى يعني حقيقه. انا لحد دلوقتي وتحت مبدا انفلونسر يعني، صحيح. طلعت موضه اسمها انفلونسر، وتيجي تدخل على صفحه الشخصيه دي ما تلاقوش بقى حاجه يعني، مفيش اي حاجه، مفيش اي كونتنت. والمضحك انه بيتكرم في ايفنت. فوصلنا لمرحله زمان يعني، ما تزعلش مني، الفنانين كانوا فعلا تحت رحمه الصحفي حقيقي يعني. صحيح. اذا كان هيعمل هيبروز ده ويطلع ده سبع سما، ينزله سبع ارض حسب الكتابه. دلوقتي خلاص انا هعمل اكاونت على موقع وبروز نفسي واشتري فولورز كل حاجه بقى، زي ما كنت بتكلم الفقره اللي فاتت بالظبط. هصور نفسي فوتو، هعمل فيديوز، هطلع اتكلم في موضوع، حد هتراشق مع حد يعني نهاجم بعض، فيبتدي الناس تتكلم. ده سحب البساط بقى من تحت الصحافه الفنيه، ولا انتوا بقى بتطوروا نفسكم ازاي عشان تعرفوا تواكبوا الموضوع ده؟ انا رايي انه اللي بتقوليه ده هو صميم المساله، انه فكره انك عشان تشتغل وفق مفهوم 2019 مش 1919 بالظبط، في مفهوم مختلف. فكره انك مش محتكر المعلومه ومش محتكر الحقيقه، وممكن بمنتهى البساطه عن طريق السوشيال ميديا تقول انك اجمد واحد في الدنيا. واحيانا في ناس موهبتها الحقيقيه في التسويق، زي ما كنت بتكلموا قبل صحيح الهوا، فكره انه ناس قدرتها الحقيقيه في تسويق نفسها، صح. لكن هي على الارض ما عندهاش قدرات. بس رايي الشخصي انا انه ده بينتهي بعد وقت قليل بالمناسبه يعني التاريخ بيقول كده، مش رايي شخصي يعني. انه الظواهر دي بتحصل شويه وقت وبتنتهي لدرجه انك اصلا ما تبقاش عارف ان هي كانت موجوده. يعني بتوصل لمرحله ايه ده؟ هو ده صح، ده كان موجود في وقت من الاوقات، وده كان اهم واحد وكان يعني مشهور. ستظل الصحافه هي ذاكره التاريخ. صحيح. وحتى في طول وقت خناقه بقى بين الباحثين وبين الصحفيين، فكره هي الصحيفه تصلح وثيقه ولا لا؟ انا رايي طبعا تصلح وثيقه. تصلح وثيقه طبعا. الاعداد اللي شفناها منها ما يصلح وثائق طبعا، لانه سجلت كمان شهادات كثيرين من الفنانين والمقربين، وبعضهم تكلم عن تجارب شخصيه مع النجوم والاساطير. لو خلينا نقول بشكل عالمي، الافلام الوثائقيه هتبص تلاقي في الاخر بتستند لمقالات ومش الوثائقيه. توم هانكس ده تاريخه كله عباره عن مقالات في الصحف حولها افلام بالظبط، وده من اهم فناني الدنيا بالظبط. يعني قدامنا وثيقه، بس هي وثيقه مختلفه، وثيقه في شكل دعابه. طبعا ما احنا بنجيب الغلاف ده بمناسبه طبعا دخول المدارس، كتير كان بيشيروا كدعابه اكتر منها كمان كعمل. صحيح. حلنا قبل دخول المدارس لان اسلوب الكتابه كان مختلف، وكمان وجود سمير غانم. قول لي انت بقى كنت بتفكر في ايه وانت بتعمل؟ بص، الحياه دي من اصعب الحاجات يعني طبعا اصعب حاجه خلاص ممكن نهاج بعد دي، بس دي من اصعب الحاجات لانه انت دي من الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي، انه دي الحاجات بتتكرر كل سنه. ما هو كل سنه في مدارس وفي ملفات، وكل الجرايد هتطلع في وقت واحد كلها تتكلم عن الدراسه. وغدا مش عارف 20 مليون طالب يذهبون مش عارف ايه، زي الثانويه العامه وبعبع الثانويه العامه. بالظبط. على فكره بعبع الثانويه العامه ده انا رجعت لقيت المصطلح ده مثلا موجود في الستينات وفي الخمسينات ايوه والجيل بتاعي برضه انا فاكره كنت بسمعه. فتلاقي المساله قديمه جدا. ده كان اصعب حاجه اولا، يمكن لو انا فكره توجيه الاسئله لولي الامر على الكفر واحتمال. على فكره لو انا ما كنتش ولي امر وبنتي في كيجي ما كانش جاب بالي الفكره دي. يعني جزء من المساله. طب ما تحكي لنا حدوته الغلاف ده، لانه انا يعني ده كان ايه ان اليونيفورم شكله هو الاول احنا قعدنا نفكر فيها مع صديقي احمد اسماعيل مخرج، فكره انه احنا دلوقتي هنشتغل على الملف المختلف، ان احنا هنلعب المساله مع سمير غانم. الفكره بتاعه تظبط الجاكيت البنطلون يضرب اللعبه دي، طب دي هنشتغلها بشكل صريح يعني هنحط صورته من المسرحيه، ولا هنشتغلها بشكل مختلف زي ما احنا بنقدم حاجه مختلفه يعني، او على الاقل بندعي ده. طب هنشتغلها بشكل مختلف، طب تعالى نشتغلها على ايه. قعدنا نفكر في حاجات كتير لحد ما وصلنا فكره سبوره اللي هي بتعبر عن الدراسه. طب تعالى نشتغل بيه الفونت نفسه اللي مكتوب بيه الكلام، المفروض نشتغله كانك بتكتب على السبوره. فما اشتغلناش بالتباشير بالظبط، فقعدنا عملنا التاثير بتاع التباشير عشان ما تبقاش كاننا كاتبين بطريقه، وان اللي بيرسم هو الطالب بالظبط كده. البنت اللي هي الصغيره بترسم، وانه وكانه المحاكاه هنا بين البنت واولياء الامور، فكره انه ولي الامر دي الاسئله بيسالها نفسه، هدفع الباص ازاي وهروح المدرسه ازاي وهعمل مش عارف ايه ازاي. هي لازم نحيي برضو المخرجين والفنانين اللي اشتغلوا على الكفر. برضو في يعني في افكار برضو مختلفه الواحد بيبقى سعيد بيها. انا هروح معاك بقى لفكره ثانيه، مين من انت شايف ان هم مثلا في الوضع الراهن اللي فيه يعني نقدر نقول انت متاثر بيهم بشكل شخصي في الصحافه؟ لانه البعض الحقيقه شاف تجربه الطريق فيها يعني خلينا نقول
من نفس روح مثلا مدرسة إبراهيم عيسى الأخيرة. صحيح. في كتابة. صحيح. العناوين والتغير. صحيح. اللي حصل ده، هل أنت شايف كده برضو؟ طبعا أنا شايف كده. أولا أنا الحقيقة بتشرف أن أنا خريج المدرسة دي. يعني خريج أستاذ مدرسة أستاذ إبراهيم عيسى. أنا الحقيقة بتشرف بده جدا. وأنك فكرة أنك تلحق مدرسة صحفية دي حاجة مهمة. لأن أحيانا كتير بيصعب عليا الشباب الصغيرين، خاصة بقى اللي هم أول شغل يوم بعد الثورة. اللي هو يعني مفيش منتر، مفيش حتى بالظبط اللي هو فهم ان يعني ايه هي مدرسه ابراهيم عيسى. الحقيقه هي المدرسه برضو معتمده على فكره ضرب الافكار، وهي نفس الفكره دي. يعني لو طلعنا الاداره العام، هي مدرسه روزا اليوسف اللي عملتها فاطمه اليوسف مع محمد التبعي. فكره الاداره بالافكار اللي هي عكسها تماما اخبار اليوم، اللي هي مدرسه الاداره بالاخبار. المسجد بعد كده اللي عمله استاذ هيكل الاداره بالافكار مع الاخبار في الاهرام، يعني لو عايزين يعني نمر على تاريخ الصحافه يعني. فالفكره دي هو استاذ ابراهيم اقوى حاجه في المساله، ان انت ازاي هتوصل للفكره، ازاي هتاخد الزاويه المختلفه من حاجات بتتكرر طول الوقت. فكانت الفكره دي طبعا دي كانت يعني مش بس الزاويه المختلفه، طريقه السرد والحكي والتعبير عنها. صحيح صحيح. وازاي حتى فكره العنوان انك هيبقى فصحى ولا عاميه، يعني هو هيبقى باين لك انه شكله عاميه بس لما تقراه تلاقيه فصيح. يعني 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 هتلاقي العنوان ده ما فيهوش ولا كلمه عاميه، رغم انك بتقراه بالعاميه. حال اولياء الامور قبل دخول المدرسه، فانت شكله كانه عاميه بس هو الحقيقه ما فيهوش كلمه عاميه، مفيش ولا كلمه عاميه في العناوين بتاعتنا. فده جزء من المساله، ان العنوان يبقى دمه خفيف، فانت قدر المستطاع بس بين قوسين ما تستظرفش. يعني برضه يعني لان احيانا كتير جدا بتبقى الفرق يعني اشعارات بين فكره انك تقول حاجه فعلا دمها خفيف وحاجه دمها يلطش يعني، فبتبقى برضه عشان كده تبقى مستني راي الناس عشان بس الحمد لله كان دمها خفيف. انت بس وانت بتتكلم قلت حاجه الاصعب لسه جاي، او قلت يعني في اشارتك الغلاف ولسه في حاجات صعبه ثانيه جايه. ايه الكلمه دي احط تحتها خط؟ لا هو تقصد ايه هو في حاجتين. الحاجه الاولانيه انا عايز اقول لك على اصعب غلاف عملته، وده هيبسطك بس مش هيبسطني. ليه؟ عشان ده غلاف الاهلي، احتفال الاهلي بالدوري. الحقيقه لا بس انتوا عملتوا ده انا عجبني جدا. طبعا اكيد عجبك، عجب الاهلي كلهم ما عجبنيش. الفكره ده كان اصعب غلاف بالنسبه لي، لانه كان تحدي شخصي بان انا زملكاوي. بس انتوا عملتوا عن الزمالك برضه ليه بيضا؟ وعملنا عن الزمالك لما خدت الكونفدراليه. بالظبط. انا كمان زملكاويه، والف مبروك، مبارك لنفسنا. مبروك. طبعا طبعا. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الفكره في انه وانت زملكاوي ازاي لما تعمل غلاف عن الاهلي ما يطلعش فيه اي روح زملكاويه؟ بتتعامل بتجرد طبعا، ما هو ده الاحترافيه طبعا طبعا. على خاصه بالمناسبه انا اشتغلت عليه قبل ما الاهلي ياخد دوري، يعني انا كنت حاسم ان الاهلي ياخد دوري بالمناسبه، يعني يمكن كان دي في الجورنان طول الوقت. هم يعني كان في جزء بشتغله طول الوقت شغل استباقي، فكانت الناس احيانا بتبقى متصوره ان انا بشتغل على الترند، وانا الحقيقه ما كنتش مشغول بالترند خالص، لان انا مشغول شغال قبله باسبوعين ثلاثه، فاوريدي مش هبقى عارف الترند ايه بعد اسبوعين ثلاثه، كنا احنا ما نعرفش الترند ايه بكره. فجزء من المساله دي انك قعدت تشتغل على مساله ان الاهلي خد الدوري من قبلها بفتره، وانه الحقيقه ده برضو جزء في المساله، انه الاداره ما كانتش بتدخل في المساله دي خالص، انك يعني سايبه لك المساله تعمل اللي انت عايزه، ما بقاش فيه مناقشات فيما يخص انك هتعمل كذا او مش هتعمل كذا. عشان ما تبقاش بتقيد الابداع برضو، ده مهم. يعني لا ده كان برضو الماتشات بعد فوزكم برضو. انا عايز اقول احنا بنتكلم يا جماعه في موضوع بجد، عايز اقول المشاهدين طبعا مش يعني محتاج حلقات وحلقات، لان احنا بنتكلم عن علوم الصحافه وفنون الصحافه، اللي يمكن برضو يعني من اول 2011 لقينا كل من هب ودب بيكتب، واللي عمل مقاله فاكر نفسه كاتب صحفي، زي ما حصل في كل المجالات تقريبا، وتلاقي دخلاء على مهن كتير. فاكيد هيكون في لقاءات اخرى مع حضرتك نتعلم برضو اكتر ونعرف الناس اكتر بفنون الصحافه، ويبقى برضو مش هنقول درس بس عشان الناس اللي بتقتحم مجالات مش بتاعتها تستحي شويه، مش كده ولا ايه؟ صحيح. نشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد توفيق. عامه كل التوفيق في التجربه القادمه، ان شاء الله تبقى تجربه كمان ناجحه. واحنا طبعا في فقره الصحافه الاخيره، احنا يعني الناس بتقول دايما الاعلام لازم ما يكونش منحاز، بس احنا هي قررنا ان احنا ننحاز في هذه الفقره تحديدا، لانه احنا بنحاز للتجربه كمان قبل الاشخاص. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد، نورتنا، وكمان كل التوفيق في التجربه القادمه. وبشكرك كمان. بشكرك يا حسام. صباح الورد. صباح الورد عليكم، وبكره ان شاء الله ساعتين من قبل دلوقتي هيتجدد اللقاء في صباح الورد.